المشاؤون كما تعلمون واحدة من أهم المقدمات التي يستندون إليها هي مسألة أن النفس حادثة بحدوث البدن، يعني ليس للنفس وجود قبل وجود الأبدان. نعم، إنما تحدث إذا وجد البدن وكمل استعداده، حيث أن الفيض والجود الإلهي تام، يعني أن الله سبحانه وتعالى من حيث الإفاضة والجود تام الفاعلية، وفيضه عام لا يختص بموجود دون آخر، فالجود تام والفيض عام، هذه من جهة الفاعل. ومن جهة القابل، إذا كمل استعداد البدن لأن يفاض عليه روح، الله سبحانه وتعالى الفاعل التام الفاعلية يفيض روحا على هذا البدن. فلو فرض أن هناك نفس أخرى مستنسخة تريد أن تتعلق أيضا بهذا البدن، للزم توارد نفسين على بدن واحد. النفس المستنسخة التي تريد أن تتعلق هنا، والنفس التي أفاضها المبدأ سبحانه وتعالى. هذا الدليل الذي ذكره هؤلاء لإبطال التناسخ، وهذا الدليل في كلماتهم توجد عليه إشكالات متعددة، باعتبار أنه فيها مجموعة من المقدمات والأصول الموضوعة التي لا بد من أخذها حتى يتم هذا الدليل. وبعبارة أخرى، واحدة من أهم الإشكالات التي ذكرت في كلمات القوم أنه أساسا إبطال التناسخ يتوقف على حدوث الروح، وحدوث الروح أيضا يتوقف على إبطال التناسخ، ببيان مفصله جملة من المحشين والمحققين، يمكن الإخوة مراجعة ذلك في حاشية الآملي صفحة 390 الجزء الثاني. يقول هذا البيان الذي ذكر: وذلك لابتنائه على القول بحدوث النفس، هذا البيان وهو أعني إثبات حدوثه متوقف على بطلان التناسخ، فحدوث النفس يتوقف على بطلان التناسخ، وبطلان التناسخ يتوقف على ماذا؟ على حدوث النفس. فستذيك المقدمة الأولى وهو أن حدوث النفس متوقف على بطلان التناسخ، هذاك فد مقدمة مفصلة يشير إليها، وإشكالات الفخر الرازي وجواب القوشجي، وباعتبار أنه بعض الأصول الموضوعة أيضا فيها غير تامة وغير واضحة، فلهذا الآن بعد الإخوة هم يراجعونها لا يوجد فيها مطلب أساس. هسه هناك إشكال آخر يمكن أن يقال على هذا، وهو بنحو الإجمال أنه: من قال لكم أن العناية الإلهية اقتضت أنه كلما وجد بدن لابد أن توجد هناك نفس غير النفس المستنسخة؟ لعل العناية الإلهية كانت هكذا، وهو أنه إذا كمل استعداد البدن لابد أن يتعلق بالبدن نفس، أما أن هذه النفس غير النفس المستنسخة، هذا من أين؟ لعله نفس هذه المستنسخة هي التي تدبر ماذا؟ تدبر هذا البدن. إذن أساسا أول الكلام: من قال لكم بأنه إذا كمل استعداد البدن فلا بد من وجود نفس غير النفس المستنسخة هي التي تتعلق، إلا أن تقولوا بأن الصدور هذه النفس بنحو الفاعل الطبيعي لا بد أن يصدر من الله، ولم يقل أحد بذلك. فلهذا صدر حكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه أيضا لمح إلى عدم تمامية هذا البرهان بقوله: وللصدر المتألهين برهان آخر متين. الآملي في حاشيته يقول: قوله متين، كأنه يريد أن يلمح أن البرهان أو الوجه السابق الذي ذكر في كلمات المشائين يمكن أن يخدش فيه ويمكن أن يتأمل